الإصلاحات العميقة التي باشرها السيد رئيس الجمهورية في شقها الاقتصادي اعتمدت على مقاربة اقتصادية شاملة ومتكاملة أتت بثمارها من خلال تحقيق ميزان تجاري إيجابي، بالإضافة إلى تسجيل منحى تصاعدي للصادرات خارج المحروقات، وهذا ما يعكس تنوع النسيج الاقتصادي المحقق أو المحقق للقيمة المضافة في عدة مجالات اقتصادية تشمل خاصة القطاع الفلاحي، الصناعات الغذائية، الصناعات البتروكيميائية، المناجم، النسيج والمعدات الكهربائية والصناعية والإلكترونية وغيرها من القطاعات، حيث ساهمت في تنويع الاقتصاد الجزائري وتوفير فرص العمل وخلق سلاسل القيم. وقصد تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، شرعت بلادي منذ سنة 2023 في فتح بنوك ومعارض جزائرية دائمة عبر العديد من الدول الإفريقية كموريتانيا والسنغال كمرحلة أولى، والتي ستتبعها دول أخرى، بالإضافة إلى إنشاء مناطق حرة ذات بعد إفريقي.